أهلا بكم مشاهدينا في تغطية خاصة ومستمرة للسباق الرئاسي الجزائري إلى قصر المرادية، حيث تتواصل الجولات الدعائية للمتنافسين الثلاثة مع اقتراب السباق من محطة الأخيرة لاعتلاء كرسي الرئاسة. لنبدأ بأبرز العناوين. في يومها 17 الحملات الدعائية للمرشح في الاستحقاق الرئاسي، يقول إنه قادر على تحقيق أمال الجزائريين ويتعهد بالفصل بين السلطات وإصلاح القضاء. جاذبة للاستثمار. حدود جزائرية تحت التهديد ونيران ما زالت تحت الرماد، إنها حدود برية شاسعة وحسابات سياسية متقلبة. ففي رمال الصحراء الجنوبية وعلى مقربة من حدود مالي، تطورات لا تقل السرعة عن حركة الرمال والرياح في الصحراء. فسلطات باماكو شنت ضربات على معاقل قبائل الطوارق. الجزائر رأتها تغيرا لافتا في موازين القوى بجنوب الصحراء، وبانتقال زاوية الرؤية للحدود الشرقية إلى حدود جزائرية ليبية، فهي حدود على صفيح ساخن بين موالين للدبيبة وحفتر، بينما تجمع صحراء الحدود الغربية الرباط والجزائر منافسة حادة لترسيخ النفوذ في العمق الإفريقي. برسائل دبلوماسية جزائرية لا تخلو من نبرات تحذير ووعيد، تأكيدا على دعم المبادرات الرامية لإعادة الأمن لدول الجوار. فهل المساعي الدبلوماسية لاحتواء التهديدات والمخاطر الأمنية الحدودية قد تغير مسارها، خاصة في التعامل مع حركة الرمال العسكرية على الحدود المالية ورياح عاصفة مصدرها تكتل دول الساحل مالي النيجر بوركينا فاسو، رياح تتزامن مع مبادرة الأطلسي الذي يقوده المغرب. على الحدود الجزائرية نتعرف على أبرز الأخبار المتعلقة بالسباق الرئاسي الجزائري والحملات الدعائية للمتنافسين الثلاثة. إذ قال المرشح المستقل عبد المجيد تبون إن كل دول الجوار هي دول شقيقة للجزائر، وأن يدها ممدودة لكل الدول المحيطة بها، مضيفا أن الجزائر لن تمارس أي أعمال من شأنها أن تضر بجيرانها. أوشيش دعا جميع الجزائريين للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية، وخلال تجمع شعبي بولاية زيوزو شدد أوشيش على ضرورة الفصل بين السلطات وعلى إصلاح جهاز العدالة، كما تعهد بإرساء منظومة اقتصادية قائمة على اللامركزية وتنويع مصادر الاستثمار، مؤكدا على أن برنامجه هو بديل ديمقراطي، ويدعو إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وتقوية روابطها. من جهته أكد مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني أن برنامجه الانتخابي يهدف لاستغلال الفرص المتاحة من أجل تقدم وازدهار البلاد، وخلال جولته الانتخابية بولاية برج بوعريريج تعهد بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار عن طريق الإصلاح الإداري والقضاء على الفساد والبيروقراطية، بالموازاة مع تحفيز الشباب على الانخراط في الاستثمار وخلق المؤسسات المتوسطة والصغيرة، كما شدد على ضرورة تنظيم التجارة والقضاء على السوق الموازية وعلى إلزام أصحاب المؤسسات بتوفير مناصب شغل للشباب. أفاد ناشطون بأن محكمة حسين داي في العاصمة وضعت القيادي في جبهة الإنقاذ المحظور علي بالحاج في الإقامة الجبرية بعد توجيه تهم بترويج أخبار كاذبة بين الجمهور والإشادة بأعمال صنفتها المحكمة بالإرهابية بحسب صحيفة الشرق الأوسط، كما قيدت المحكمة حركته عبر الامتناع عن لقاء أي شخص غير مقيم معه إلا بإذن من قاضي التحقيق. وللمزيد من التفاصيل المعلومات حول أجواء الحملات الانتخابية وما يجري مع قرب انتهاء الحملات الانتخابية ثم بداية الصمت الانتخابي إلى غاية موعد الانتخابات في 7 سبتمبر، من العاصمة الجزائرية تنضم إلينا الصحفية سهام غادي. سهام أهلا بك. إذن جولة انتخابية كالعادة، ربما الرهان أو المعضلة الأساسية أو العقدة الأساسية تظل نسبة المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية الجزائرية. تنافس المترشحون في إظهار برامجهم الانتخابية سهام، ولكن كذلك تنافسوا في دعوة
المواطنين ودعوة الناخبين الجزائريين للمشاركة في هذه الانتخابات؟ ما أبرز الدعوات، دعوات المرشحين، وإلى أي درجة يبدو أن ثمة استجابة لهذه الدعوات للمشاركة في الانتخابات أو هذا الاستحقاق الرئاسي؟ وهو كذلك صار على مدار هذه الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية كان خطاب أو الدعوة وضرورة التوعية بأن المشاركة هي من تصنع التغيير، وربما الخطاب كذلك صار موجه لما يعرف بالكتلة الصامتة من ربما الهيئة الانتخابية العامة في الجزائر. كان الخطاب ربما رقم ثاني إن صح التعبير لو أردنا أن نجزئ فيما ربما اهتم به الخطاب الانتخابي بالجزائر. كان هناك تركيز كبير على أن ضرورة إشراك الشباب وضرورة توجه الشباب إلى صناديق الاقتراع، ضرورة ربما التركيز حتى على الملفات التي تخص المواطن. وأسهبنا ربما صار عبر برنامجكم الحدث على قناة الحدث الحديث عن الجانب الاقتصادي والاجتماعي مخاطبة هذه الفئات بالتحديد، كان هدفها بقدر الاهتمام بالملفات التي تهم المواطن بقدر ما إعادة ربما لها الأمل في أن تكون لها الصوت الذي يصنع الفارق في التغيير الذي تبحث عنه ربما. نعم، ولكن سهام بالنظر للانتخابات السابقة في 2019 فإن نسبة المشاركة كانت قليلة في بعض المدن الكبرى، ليست العاصمة ولا وهران ولا عنابة، ولكن مدن مثل بجاية وتيزي وزو. كيف جرى الاهتمام بهذه المدن التي تعتبر عادة المشاركة فيها ضئيلة ولكن في الانتخابات السابقة كانت أقل بكثير من المتوقع؟ كانت التوجهات صراحة صار للمترشحين أو ممثلوهم حتى في هذه المناطق التي ربما هي معروفة صار صراحة بأنها دائما نسبة العزوف فيها عالية. نتحدث اليوم عن تنشيط أوشيش مرشح جبهة القوى الاشتراكية لتجمع الشعبي في قلب مدينة تيزي وزو، وهي الولاية رقم واحد صار التي ربما نسب المشاركة فيها جد متدنية على مدار عقود من الزمن. وكان تركيز ربما صار خطاب أوشيش كان له ملف سياسي أكثر منه ربما ملفات أخرى مثل ما اعتدناه على مدار هذه الأيام القليلة الماضية من الحملة الانتخابية. ركز على ضرورة الإصلاحات في المجال السياسي، مجال القضاء. والخطاب في هذه الولاية بالتحديد هذه المرة ربما يمكننا أن نقول بأن ولاية بجاية وحتى تيزي وزو إلى بومرداس والبويرة شهدت ربما حضور وانتباه الناخبين بالنسبة لكل المرشحين. سهام، نذكر فقط بأن هذه المدينة أو المدينتان حقيقة شهدتا مشاركة أقل من 1%. تيزي وزو مثلا 0.1 بحسب أرقام السلطة المستقلة للانتخابات في 2019، وكذلك فيما يتعلق ببجاية. هل كل المرشحين اهتموا بهذه الولايات؟ نعم سارة، كانت هناك التفاتة خاصة لهذه الولايات فيما يخص ربما إعادة قراءة في الخطاب الموجه بالتحديد لسكان هذه الولايات على ضرورة المشاركة. نتحدث سارة ربما عن رئاسية 2019، ولكن لابد أن نتحدث كذلك عن التشريعيات ربما في هذه الولايات التي ربما حققت نتائج جد جد ضعيفة صراحة. لكن يبدو هذه المرة هناك حركية قد تعيد النظر في ضرورة المشاركة، وحزب جبهة القوى الاشتراكية ربما معقله صار في هذه المنطقة بالتحديد. كذلك صار لابد أن الوعاء الانتخابي سهام الوعاء الانتخابي لحزب القوى الاشتراكية FFS هو في هذه المناطق، مناطق التي ذكرناها والتي في السنوات الماضية كانت أقرب للمشاركة الضئيلة. بملاحظتك للمشهد، أعلم أنك في العاصمة الجزائر ولكن بالتأكيد تتابعين المشهد في كل الولايات الجزائرية، هل يبدو أن ثمة اهتمام فعلا في هذه الولايات للابتعاد عن المقاطعة للمشاركة أكثر في هذا الاستحقاق؟ كان وفق التجمعات وحتى اللقاءات الجوارية للمترشحين في ربما مدن هذه الولايات كانت هناك نقاشات مفتوحة صراحة صار للحاجة
إذا ربما في الشق السياسي، ويبدو أن أوشيش اليوم من خلال خطابه واهتمامه بشق الحريات وإصلاح جهاز العدالة والحديث عن الفصل بين السلطات، هو يعرف بالتحديد مطالب الولايات في هذه الزوايا بالتحديد سارة، ويبدو أن هناك حركية لا يمكن أن نحسم على أنها ستكون سابقة، لكن بإمكاننا أن ننتظر أن تكون هناك مشاركة لافتة قد تمحي ما حقق في السنوات الماضية من نسب هزيلة ربما إذا ما أردنا أن نوصفها. نعم، إذا شكرا على كل هذه المعلومات والتفاصيل، ومتابعة المشهد بالتأكيد من العاصمة الجزائرية وباقي الولايات الجزائرية لهذا الاستحقاق الصحفي. سيام غادي، شكرا. إذن مثل ما ناقشنا مع سهام مراسلتنا أو صحفية من العاصمة الجزائرية، الأزمة الأساسية ربما تتعلق بنسبة المشاركة، ولكن كذلك ثمة ملفات تهم الجزائريين. ذكرنا الاقتصاد وناقشناه، ملف الذاكرة كذلك، ولكن الملف الأمني دائما حاضر في الحملات الانتخابية وفي اهتمامات الناخب الجزائري. تقلبات سياسية كبيرة شهدتها منطقة الساحل نتيجة انقلابات عسكرية متتالية، وضع ضاعف من الأعباء الأمنية التي أثقلت كاهل الجزائر في ظل أزمات أمنية أخرى تعيشها دول الجوار ليست أقل من تلك التي تحدث في دول الساحل. فكيف تتعامل الجزائر مع كل التهديدات؟ نبدأ إذن من الجارة ليبيا، الجارة الشرقية، هذا البلد المثقل بالأزمات والصراعات السياسية. فمنذ انطلاق شرارة الاضطرابات هناك، لعبت الجزائر دورا مهما كوسيط لإخماد تلك الشرارة. وفي آخر موقف مما يحصل في ليبيا، قال ممثل الجزائر في مجلس الأمن في 20 أغسطس الجاري أن الجزائر ما زالت تؤمن أن الحل السلمي لابد أن يأتي وفق مسار ليبي ليبي. وبخصوص التحشيد العسكري الأخير في المناطق الجنوبية والغربية، عبرت الجزائر عن قلقها العميق إزاء ذلك، مؤكدة أن وقف الاشتباكات هو مكسب مهم يجب الحفاظ عليه بأي ثمن. وفي مالي هذه المرة، مالي أيضا الجنوب، جنوب الجزائر، استضافت الجزائر عام 2015 المفاوضات بين الحكومة وفصائل المعارضة بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد، لتتوج تلك التحركات الدبلوماسية بتوقيع اتفاق السلام في العام نفسه في 2015. ظل الاتفاق متماسكا بين حكومة باماكو وبين المعارضين من الأزواد والعرب إلى غاية انهياره على يد السلطة العسكرية الانتقالية بقيادة غويتا، رغم التوتر الذي أعقب ذلك القرار هذا العام، إلا أن الجزائر ظلت متمسكة بموقفها الداعي إلى وضع السلاح والجنوح إلى السلم في خاصرتها الجنوبية. وفي بيان لوزارة الخارجية، انتقدت الجزائر تمسك سلطات مالي بالخيار العسكري، وقالت إن التهديد الأول لوحدة الأراضي المالية هو هذا الأمر، كما أنه يحمل بين طياته بذور حرب أهلية. أما في النيجر كذلك، تسابق الجزائر زمن الأحداث هناك لإبعاد شبح الحرب خلف حدودها الجنوبية الشاسعة. ضمن هذا المسعى، قدم رئيس الجزائري عبد المجيد تبون مبادرة تضمن حلا سياسيا وسلميا للأزمة. وفي أكتوبر 2023 عرضت الجزائر التوسط في عملية انتقالية مدتها 6 أشهر لحل الأزمة السياسية في النيجر، قوبلت برفض من النظام العسكري. وعلى عكس خيار التدخل العسكري الذي دعت له مجموعة إكواس، شدد الرئيس الجزائري على أن بلاده لن تدعم أي حل عسكري، بل هي مستعدة لمد يد المساعدة لجاراتها الجنوبية. وأمام هذه التوترات، تضع الجزائر كل الدول أو تلك الدول ضمن حزام طوق الأمن القومي للبلاد، وتعتبر منطقة الساحل بؤرة أزمات أمنية هجينة. لذلك ترفض كل العوامل المفاقمة التي تضع أعباء إضافية على الجيش الجزائري في تأمين حدود البلاد الشاسعة.
ما علاقته بهذه الانتخابات الرئاسية؟ أي تحديات ستواجه الرئيس الجزائري المقبل؟ مشاهدينا، قبل أن ننتقل لهذا النقاش، نذكر بأننا طرحنا على متابعي قناة الحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي سؤالا تفاعليا، هو: هل تتفق مع المساعي الدبلوماسية الجزائرية لاحتواء التهديدات والمخاطر الأمنية المتصاعدة في دول الجوار؟ إذن هذا كان سؤال طرح على متابعي قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة إكس. 57.6% إذن يؤيدون ويقولون نعم، إنهم يتفقون مع هذه المساعي الدبلوماسية الجزائرية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. 42.4% يعارضون أو يقولون لا. إذن هذه آخر نسبة وآخر أرقام محدثة عن هذا الاستفتاء. سنتابع إذن أي تحديثات أو أرقام جديدة بعد قليل، ولكن نرحب الآن بضيوفنا من العاصمة الجزائرية، الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية الدكتور رشيد علوش، كذلك انضم إلينا من العاصمة الجزائرية أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور توفيق بوقعدة، ومن الجزائر القيادي في حزب صوت الشعب إسماعيل وزري. أهلا بكم جميعا وشكرا على قبول الدعوة. إذا نتحدث اليوم عن هذا الملف المهم بالنسبة للجزائر، حدود الجزائر الشاسعة والتحديات الأمنية في هذه الحدود، وأبدأ مع السيد إسماعيل في البداية. عددنا بعض الأزمات المهمة، أهلا بكم جميعا، عددنا بعض الأزمات المهمة انطلاقا من ليبيا ثم مالي، النيجر، هذا التحالف الجديد، بوركينا فاسو، النيجر، مالي، ولكن ما التحدي الأخطر أمنيا من بين كل ما ذكرناه بحسب اعتقادك؟ شكرا لك سيدتي، أشكرك على هذه الاستضافة، كما أرحب بزملائي الحاضرين في هذه الحصة. على كل حال، الوضع الأمني في حدود الجزائر معروف لدى العام والخاص أنه وضع سيء جدا، فيه تحديات أمنية كبيرة، خاصة في ليبيا ومالي، وأقل درجة يمكن القول أقل درجة في النيجر. على كل حال، لا يمكن ترتيب خطورة هذه الأوضاع، هي نفس نفس الخطورة سواء من ليبيا أو خاصة من مالي. ونشوف يعني مؤخرا ما حدث في مالي، الأوضاع ساءت جدا، وهذا ما يعني يرجع ما لا تقبله الجزائر. هذا الوضع يجب أن تعالجه الجزائر علاجا سياسيا. وحتى تقصد هنا ضربات الجيش المالي على المنطقة المالية في إقليم أزواد المجاورة إلى الجزائر، الضربات الأخيرة؟ سيد إسماعيل، طبعا هناك سيد إسماعيل، إذا نتحدث عن هذه الضربات الأخيرة للجيش المالي، والتي يقال إنها بدعم من قوات فاغنر على ضد الأزواد أو هذه المناطق الأزوادية في شمال مالي، إذا لا يمكنك ترتيب التحديات، ما هي التحديات الأخطر مقارنة بكل ما يجري على حدود الجزائر، ولكن على الأقل كأولوية الآن، وأنتم من الأحزاب السياسية الفاعلة في الجزائر صوت الشعب، ماذا تعتقدون بأن الجزائر عليها أن تقوم بإجراءات عاجلة بالدرجة الأولى الآن في ملف ليبيا واقتراب الجيش من المنطقة الحدودية الدبداب، أم في ملف مالي، أم في ملف هذا التحالف الجديد كونفدرالية الساحل؟ على كل حال، لدينا ثقة كبيرة في الدبلوماسية الجزائرية. هم أعلنوا بهذا الوضع منا كأحزاب. طبعا الوضع في ليبيا خطير نوعا ما، والوضع في مالي أخطر إذا صح التعبير نظرا للعمليات الجارية مؤخرا على حدود الجزائر، وبالضبط في تيزاواتين المالية. كما نعلم أن تنزاواتين هي مقسمة إلى اثنين، شطر جزائري وشطر في مالي. فالجزائر خطت خطوة. على كل حال، أول خطوة خطتها بالنظر للأوضاع مؤخرا هو اللجوء إلى مجلس الأمن وطرح هذه القضية، لأن الآن هناك جهات أجنبية تنشط داخل دولة مالي
لحساب لا 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 لا. نعم سيد اسماعيل، هذا الملف ملف مالي سنعود إليه لاحقا، لأننا سنخصص جزءا يتعلق فقط بمالي والتطورات الأخيرة، ولكن دعني أنتقل السيد توفيق كذلك في هذا السياق، ولكن ليس في مسألة مالي. مثل ما ذكرنا مالي ستكون لديها حصة في هذا النقاش اليوم بعد قليل. لنبدأ من ليبيا، ما الموقف الجزائري الواضح الآن من وصول الجيش الليبي إلى أو تحركاته في المنطقة الحدودية؟ تحية طيبة لك أستاذة سارة ولكل مشاهديك وضيوفك الكرام. أعتقد بأن موقف الخارجية الجزائرية وموقف الجزائر قد عبر عنه وزير الخارجية، وكذلك ما عبرت عنه الخارجية عبر ممثلها في الأمم المتحدة، بأنها ترفض رفضا مطلقا العودة إلى حالة الاقتتال في جارة ليبيا، وأنها تدعم المسارات السياسية التي وحدها يمكن أن تحقق المساعي التي يهدف إليها الجميع. وهو أعذرني هنا دكتور توفيق، أعذرني على المقاطعة هنا، ولكن لنحاول أن نوضح للمشاهد العربي أولا والمشاهد الجزائري، ما الذي يزعج الجزائر من هذه التحركات؟ ما المخاوف؟ ما الهواجس؟ لنشرح بطريقة ربما أوضح ما الذي يجعل المنطقة الحدودية ولماذا هذا الأمر مثير لهواجس الجزائر؟ أولا هذا الأمر مثير للهواجس الليبيين أولا، باعتبار أن الخيارات ووقف إطلاق النار الذي وقعه الأطراف في سنة 2020 يتم تحاول بعض الأطراف أن تتنصل من هو العودة إلى الاقتتال الداخلي. هذا من جانب الليبي. من جانب الجزائري أكيد أن وجود اضطرابات على منطقة حدودية ومنطقة حساسة بالنسبة للجزائر، نظرا لوجود العديد من المؤسسات الاقتصادية والمنابع النفط البترولية على الحدود، وقد شهدت الجزائر في 2013 هجمات إرهابية على هذه المناطق، وبالتالي تخشى أن تدهور الأمن في هذه المنطقة سوف ينعكس حتما على الجزائر. فالمقاربة التي تعتمدها الجزائر في علاقتها مع دول الجوار، وهي الأمن القابل للتجزئة، أن كل ما يحدث في دول الجوار حتما سوف ينعكس على الجزائر أمنيا، وذلك فهي تسعى كذلك إلى وتضغط دبلوماسيا سواء في المؤسسات الإفريقية أو المؤسسات الأممية على ضرورة الحفاظ على حالة الاستقرار التي هي عليها ليبيا، من أجل الدفع بالمسارات السياسية التي وحدها يمكن أن يحقق الليبيين هدف إنشاء دولتهم الموحدة. كما أن الجزائر عبرت من خلال خارجيتها وكذلك ممثلها في الأمم المتحدة بأن سعي بعض الأطراف من أجل وتنفيذ أجندات لأطراف أجنبية سوف يضر بالمسار السياسي الذي تنتهجه الأمم المتحدة لتحقيق المصالحة بين الشعب الليبي، وأن كذلك أن هذه وجود اضطرابات على الحدود وخاصة في المعابر يضر بالمقاربة الاقتصادية التي تسعى الجزائر إلى تحقيقها من خلال المعابر وفتح وإنشاء مناطق تبادل حرة سواء مع تونس أو مع ليبيا، وبالتالي وجود وضع مضطرب في هذه المنطقة حتما سوف يضر بهذه الاستراتيجية الاقتصادية. كما أن هذا المسعى التي يحاول بعض الأطراف الدفع به نحو توطير الأوضاع في ليبيا، الهدف الأساسي منه هو تحويل الصراع وجوهر الصراع من صراع ليبي إلى صراع ليبي جزائري، وبالتالي تحييد وجهة الحل من خلال خلط الأوراق والدفع بالأزمة الليبية إلى أزمة إقليمية. وهذا كذلك ما حدث، ما سعت هذه الأطراف ذاتها في الحديث عن في علاقتها مع تونس وما حدث في معبر التونسي الليبي. نعم دكتور رشيد، إذا دكتور توفيق كان يحاول أن يشرح ما الذي يجري على المنطقة الحدودية مع ليبيا ولماذا هذه التحركات ربما مثير الهواجس، وذكر مسألة الخوف من عودة الأزمة الأمنية في ليبيا ما سينعكس على الجزائر، ولكن كذلك في السياق ذاته في مسألة ليبيا دائما، ما الذي تخشاه الجزائر من هذه التحركات فعلا وما طريقة تعاملها الآن وإن كان الأمر سيتغير بعد هذه الرئاسيات؟ مرحبا أستاذة سارة، شكرا جزيلا على الاستضافة الطيبة، تحية طيبة لي مشاهدي قناة الحدث وللضيوف الكرام. والله أستاذ سارة ربما نرتب نجيب عن السؤال الأول حول ترتيب أي المخاطر ربما التي تعتبر كأكبر خطر لرئيس الجمهورية المقبل في الجزائر، هو العمل على ألا تنهار أي دولة من دول الجوار، يعني انهيار دولة من دول الجوار يعني أنه سيتم المساس مباشرة بالأمن القومي الجزائري. وبالعودة إلى الحالة الليبية ربما وكيفية
التعامل مع ما يجري، التحضير له عبر الحدود الجزائرية الليبية أو الحدود الجزائرية الليبية النيجيرية هو يخضع لمجموعة من الاتفاقيات، وكانت هناك اتفاقيات في سنة 2013 مع السلطات الليبية المعترف بها. هذه كنقطة أولى. النقطة الثانية، المقاربة الجزائرية تجاه ليبيا أو التصور الجزائري لحل ليبيا لا يخضع لرئيس أو لمرشح على حساب مرشح آخر، وإنما هناك مبادئ توجه عمل السياسة الخارجية ككل، وهناك أيضا ثوابت تمثل عقيدة للدبلوماسية الجزائرية وكيفية التعامل مع دول الجوار بداية، ولكن يبقى ربما كيفية التكيف للتعامل مع هذه المخاطر أو هذه التهديدات أو حتى ربما حال أقصى من انهيار أي دولة في دول دكتور رشيد. الجوار التي ربما تختلف ما بين المرشحين الثلاث. نعم، السياسة الخارجية مثل ما تقول هي ثابتة، سنعود إلى هذه النقطة لاحقا، ولكن لنشرح، وسؤال ذاته كان طرح على الدكتور توفيق منذ قليل، لنشرح للمشاهد الجزائري والعربي. ربما يقال جيش ليبي سيصل إلى بقيادة خليفة حفتر سيصل إلى المنطقة الحدودية من الناحية الليبية، إذن كيف ترى الجزائر هذا المشهد؟ والله أستاذة سارة، يعني نتكلم بصراحة، نعم، من يملك قرار السلم والحرب في ليبيا ليس الليبيين، هذه كنقطة أولى. وبالتالي عندما تتحدث الجزائر سواء عبر المرشحين ثلاثة أو عبر الخارجية الجزائرية أو عبر الممثل الجزائري الدائم في مجلس في الأمم المتحدة عن أنه لا يجب أن يكون هناك تدخل خارجي ولا ويجب أن يكون الحل ما بين الليبيين، فهو إشارة على أنه من يملك قرار السلم والحرب في ليبيا ليس الليبيين. وبالتالي أي تحرك سواء كان من طرف الجيش ما بين قوسين نقول الجيش الليبي اتجاه الحدود الجزائرية الليبية النيجيرية وليس فقط الحدود الجزائرية الليبية، أو من طرف حكومتي أو من طرف حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، فإنه يبقى مرفوض ويخضع لتعاملات ثنائية. الصورة حتى تكون واضحة ربما للمشاهد الجزائري وحتى المشاهد العربي إزاء أو كيفية تعامل الجزائر مع أي تحرك، فإن مع أي تحرك عسكري ليس فقط من طرف ليبيا أو من طرف مالي أو النيجر، وإنما هناك عقيدة أنه لا يمكن أبدا أن يكون هناك تدخل، وهو ربما الفخ ما بين قوسين أيضا الذي يرسم للجزائر توريط الجيش الجزائري في أي دولة من دول الجوار. وعلما كان الأستاذ توفيق تفضل بجزئية تتعلق جزئية مركزية، وأنه الأمن غير مجزأ، هناك بعض الدول في المنطقة منطقة شمال إفريقيا تعمل على زيادة أمنها عبر المساس بأمن الآخرين، وهناك أيضا جزئية ترتبط بربما تصور جزائري بحث فيما يتعلق بالأمن القومي للدولة الجزائرية، هو أنه يضمن أمنه عن طريق التقليل من أمن من مخاطر الأمنية والتهديدات الأمنية على مستوى دول الجوار، وبالتالي يكون أمن كل الإقليم وليس العمل على زيادة الأمن أي دولة على حساب دولة أخرى، أو الموازنة ما بين تهديد وبين أيضا اللعب على التوازنات ما بين المخاطر أو مع الدول في المنطقة. وبالتالي كيفية التعاون مع ليبيا التي كانت هي مصدر التهديد الأكبر للأمن القومي الجزائري في 2013 بالعملية التي استهدفت المنشأة غازية تيغنتورين، ربما هناك الآن إدراك مسبق من طرف صانع القرار الجزائري لكيفية التعامل مع أي خطر كان من طرف ليبيا أو النيجر أو مالي. وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن أمور أو استشراف مستقبل عن عمل يجري الحديث على أنه ربما يعمل على السيطرة على منافذ الحدودية سواء كانت باتجاه ليبيا في اتجاه الحدود الجزائرية الليبية في معبر خدامس أو حتى بالقرب من الحدود الجزائرية النيجيرية. نعم، أذكر فقط بأنك ذكرت حادث تيغنتورين، هذه العملية الإرهابية مهاجمين لهذا الموقع النفطي، فقط للتوضيح أيضا للمشاهد العربي ما الذي نقصده بهذه الأحداث التاريخية التي جرت في 2013 على ما أذكر دكتور. 2013 هنا أنتقل طبعا نعم سيد إسماعيل، كونفدرالية الساحل تحالف جديد، مالي، بوركينا فاسو، النيجر، كل هذه الدول التي شهدت تطورات سياسية في الفترة الأخيرة، انقلابات، شكلت تحالفا، وكذلك اعتبر هذا التحالف ربما يهدد بطريقة ما الجزائر. ما الذي يهدد الجزائر من تحالف جديد في هذه القارة الإفريقية وفي هذه المنطقة؟ هو على كل حال هو تحالف الذي وقع في هذه الدول الثلاثة، وتحالف دول
النيجر ومالي وبوركينا فاسو هي أنظمة على كل حال انقلابية، وهذا لها نفس التوجه، مما أدى إلى تحالف، لأن كان لها مشاكل مع دول إكواس التي رفضت هذا الانقلاب، وبالتالي بقيت معزولة في بعضها، مما أدى إلى تحالف هذه الدول الثلاث. نعم، ولكن هناك اختراق سيد اسماعيل، هناك اختراق علاقة النيجر بالجزائر ربما التي شابت الكثير من العقد الفترة الماضية باتت تشهد انفراجة معه. طبعا على كل حال هناك، لأن هناك في الدول الثلاثة هذه لما تكون أنظمة انقلابية حتما راح يكون أطراف خارجية تؤثر على هذه الدول، لأن على هذه الأنظمة، لأنها أنظمة خرجت بطريقة انقلابية وليست عن طريق صناديق الاقتراع، وبالتالي لها ضعف مما يؤدي بها إلى الوقوع تحت طائرة أيادي أجنبية أخرى، وبالتالي هذه الأطراف الأجنبية أثرت على هذه الأنظمة، مما وكان الهدف طبعا بعض الجهات اللي كان هدفها هو الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية، مما أدى إلى نشوء سوء بعض العلاقات مع هذه الدول. لكن مؤخرا نرى انفراج خاصة مع النيجر، التي أظن أن السلطات في النيجر عرفت مؤخرا أن مصالحها لن تكون إلا مع جوار هادئ ومع الجزائر، ونعرف أن هناك مصالح كبيرة بين الجزائر والنيجر، سواء العلاقات الاجتماعية بين الشعوب النيجر والجزائريين، بالإضافة إلى منافع اقتصادية كبيرة، فمن مصلحة النيجر هو العودة إلى الحياة الطبيعية مع الجزائر، لأن لها مصالح اقتصادية كبيرة، كما نعلم أن الرئيس عبد المجيد تبون كان قام بإنشاء صندوق استثمار لمساعدات الدول الضعيفة المقدر بحوالي مليار دولار، اللي استفادت منه النيجر، دولة النيجر كثيرا. وهناك مشاريع كبيرة بين الجزائر، على سبيل المثال خط أنبوب الغاز العابر للصحراء من نيجيريا النيجر الجزائر، هناك استثمارات في شركة سوناتراك في النيجر من أجل التنقيب على البترول، وبالتالي هناك مصالح كبيرة. أنا لا أظن أن السلطات في النيجر تتغافل على هذه الفوائد الكبيرة من دولتين. نعم، ضيوفنا الكرام سيد اسماعيل الدكتور توفيق، وكذلك ضيفنا دكتور رشيد، سنعود للنقاش أيضا، ولكن أذكر بأننا كنا طرحنا سؤالا على متابعي قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي، والمتعلق بتأييد السياسة الخارجية الجزائرية، هل تتفقون مع المساعي الدبلوماسية الجزائرية لاحتواء التهديدات والمخاطر الأمنية المتصاعدة في دول الجوار؟ إذن النسبة ارتفعت الآن، إذا نتحدث عن أكثر من 58.5% يؤيدون هذه المساعي الدبلوماسية الجزائرية فيما يتعلق بأزمات الساحل وأزمات دول الجوار، ونحو 41.5% لا يتفقون مع هذه المساعي. إذن دائما نتابع هذه النسب وهذه الأرقام المحدثة، وكذلك نستطلع رأي ضيوفنا بعد قليل حول هذه النسب و هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. ماراثون السباق الرئاسي يقترب من المحطة الأخيرة، والمتنافسون يؤكدون أن الأوضاع في دول الجوار تشكل تحدي أمنية. أكثر من 22 مليون متابع، وما يقارب 475 مليون مشاهدة، ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتفاعل.
قالت قوات الدعم السريع أنها سيطرت بالكامل على مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان. هذه المعارك تدور لليوم السابع على التوالي ما بين الجيش السوداني والدعم السريع. منذ أن بدأت الحرب بذلنا جهدنا لكي نتفادى هذا الحرج وهذه الدماء السائلة. ما مدى أهمية هذه السيطرة إذا ما كانت هذه الأنباء صحيحة؟ المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور وكذلك إلى إقاليم كردفان تواجه صعوبات كبيرة. الاتهامات من مندوب السودان في الأمم المتحدة يتهم فيها الجيش الليبي بدعم الدعم السريع. على ماذا استند مندوب السودان في توجيه هذه الاتهامات لليبيا؟ الطرف الآخر هنالك بينات واضحة وأدلة واضحة لتعاوني مع الإيرانيين. قوات الدعم السريع شغلت كثيرا بالغنائم ونهب المواطنين وسلبهم ودخول منازلهم. رقعة الحرب تتوسع يوم بعد يوم. سياق الاقتتال واتجاهاته ما بين الجيش والدعم السريع إلى أين يتجه؟ هناك من يتحدث عن إصرار للطرفين باستمرارية القتال حتى الحسم. يومها 17 الحملات الدعائية للمرشحين مستمرة ودعوات قوية للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي. إذن مستمرون في تغطية المشهد الانتخابي الجزائري دائما في الملف الأمني، هذه المرة جغرافيا والذي يجري على حدود الجزائر. إذن هنا في هذه المنطقة المترامية على الحدود مع دولة مالي، إذن الحدود الجنوبية للجزائر مالي، تنزاواتين هذه المدينة الجزائرية وشق منها في مالي، إذن تقع في أقصى الجنوب الجزائري ويتردد عليها جماعة الطوارق الذين يعيشون في مالي وحتى من دول مجاورة بغرض التجارة عادة دون سابق إنذار. إذن حصل بالقرب من هذه المدينة، حصل ما كان يحذر منها خبراء أمنيون، هجوم خاطف شن عناصر الجيش المالي على بعد أمتار فقط من الحدود الجزائرية. 21 مدنيا بينهم 11 طفل كانت حصيلة قتل الهجوم الدامي، ولأن الهجوم وقع على تخوم حدودها الجنوبية فاعتبرت الجزائر ذلك تطورا غير مسبوق، بيد أن باعتباره الأعنف والأكثر فتكا منذ انهيار اتفاق السلام الذي رعت الجزائر بين باماكو وجماعة الأزواد. لم تقف الجزائر إذن مكتوفة الأيدي، بل سارعت عن طريق مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع للمطالبة بإنزال عقوبات دولية على الحكومة المالية. وخلال مداخلته بجلسة مجلس الأمن نقل بن جامع انزعاج بلاده مما وصفه بالجيوش الخاصة التي تلجأ إليها بعض الدول من دون حسيب، وقد فسر كلامه على أنه إشارة ضمنية إلى مجموعة فاغنر المتحالفة مع السلطة العسكرية في مالي. وفق بن جامع فإن أولئك الذين دعموا أو ضغطوا على الزر لإطلاق هذا الهجوم لم يتعرضوا للمساءلة من أي جهة، مضيفا أنه في مجلس الأمن والجمعية العامة حاولت الجزائر وما زالت تحاول التوصل إلى صيغة تقود إلى فرض عقوبات على مثل هذه الأعمال التي تنتهك القانون الإنسانية. لنتابع. لا تكنولوجي كي نوز امبوز دو ديسكوتي. نحن ملزمون بالخوض في نقاش بشأن المخاطر الجديدة التي تهدد دولنا، لا أذكر المخاطر التكنولوجية فحسب، وإنما كذلك الجيوش الخاصة التي تقوم بعض الدول بالاستعانة بها والتي لا تساءل البتة. قرأت هذا الصباح عبر الصحافة بأن هناك 20 مدنياً مالياً تم قصفهم من خلال طائرة مسيرة، وأولئك الذين ضغطوا على الزر لإطلاق هذا الهجوم لا يخضعون للمساءلة أمام أي طرف، ونحن على مستوى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة حاولنا ونحاول الاهتداء إلى الصيغة التي ستأخذ بأفعال هذه الأطراف غير الحكومية وكذا العقاب الذي قد ينزل عليها جراء ما تقترفه بحق القانون الإنساني الدولي.
واستنادا لما سمتها معطيات أمنية، قالت تقارير صحفية إن هجوم الجيش المالي تم بمسيرات تركية الصنع وبدعم فني من مجموعة فاغنر الروسية. وبالحديث عن فاغنر، بات انتشارها في المنطقة مصدر قلق كبير للجزائر التي ترى أنها تتعرض لمؤامرة تقودها دول بعيدة عن المنطقة. وسبق لما يسمى بالإطار الاستراتيجي الدائم، وهو تحالف من الحركات السياسية والعسكرية في شمال مالي، أن اتهم الجيش المالي ومجموعة فاغنر بتنفيذ ضربات عدة عبر مسيرات انطلقت من بوركينا فاسو إلى تين زواتينا. نحن نعيش في حراك وسياق إقليمي ودولي. دولة النيجر دولة شقيقة، دولة ليبيا دولة شقيقة، دولة مالي دولة شقيقة. وانتم تعرفوا الأحداث اللي راها في النيجر والأحداث اللي راها في مالي. ونعود لمناقشة هذا الملف الأمني على حدود الجزائر، إذن في مسألة مالي تحديدا. ولكن قبل ذلك أرحب بضيوفنا مرة أخرى من العاصمة الجزائرية، الباحث في شؤون الاستراتيجية والأمنية الدكتور رشيد علوش، وكذلك من الجزائر العاصمة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور توفيق بوقعدة، ومن الجزائر العاصمة القيادي في حزب صوت الشعب إسماعيل وزري. أهلا بكم جميعا. وأذكر كذلك ضيوفنا الكرام بالسؤال الذي طرح على متابعي قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي. طرحنا إذن سؤالا على متابعي الحدث، هل تتفقون مع المساعي الدبلوماسية الجزائرية لاحتواء التهديدات والمخاطر الأمنية المتصاعدة في دول الجوار؟ إذن أكثر من 58.5% يقولون نعم، إذن يؤيدون هذه المساعي الجزائرية في مسألة السياسة الخارجية والتعامل مع أزمات دول الجوار. وإذن على ما أعتقد ارتفعت النسبة نحو 59% أو أكثر من 59.4% يؤيدون هذه المساعي الجزائرية. هنا أنتقل سريعا لسيد إسماعيل للتعليق على هذه النسبة. مسألة تأييد تحركات الجزائر فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، هل يبدو هذا متوقعا؟ طبعا متوقع جدا، لان كل الشعب الجزائري واثق في الدبلوماسيه الجزائريه نتاعو، في الدبلوماسيه الخارجيه لنا ثقه تامه في ما تقوم به الجزائر، خاصه في كل ما في كل المنابر، سواء في على المستوى الافريقي او الاقليمي او الدولي. فطبعا هذه نتيجه منتظره. سيد إسماعيل، كانت لدينا أسئلة طرحت على متابعي قناة الحدث طوال الأيام الماضية، بدأنا هذه التغطية منذ أسابيع حقيقة، منذ بداية الحملة الانتخابية. عادة كان التأييد قليل، لا أذكر بأن ثمت تأييد في بعض الملفات في مسألة الاقتصاد وغيرها، ولكن السياسة الخارجية بدت النتيجة هذه المرة مختلفة. لا، وعلى كل حال حسب ما نرى هنا في الجزائر، هناك تأييد تام، يعني ربما حيكون أكثر من 60%، أكثر من 60% للمؤيدين للسياسة الدبلوماسية الجزائرية. ربما يكون هناك خلاف ربما في أمور اقتصادية أو اجتماعية أو أمور أخرى، لكن في الدبلوماسية الجزائرية فكل الشعب الجزائري واثق في دبلوماسيته. نعم. دكتور توفيق، إلى مسألة مالي، هذه الأزمة القديمة الجديدة حقيقة مع كل التطورات في الفترة الأخيرة وفي الأيام الأخيرة، رعت الجزائر اتفاقات سلام كثيرة، نحو 4 اتفاقات سلام، آخرها كان في 2015، اتفاق الذي انهار مع التطورات السياسية في الداخل مالي. يقول مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة بن جامع، يقول يجب محاسبة الجهات التي تسببت في مقتل مدنيين في شمال مالي. من يقصد؟ الحكومة فقط أم تقصد الجزائر صراحة مجموعة فاغنر؟ الطرف المعني الأول بهذه المساءلة الدولية هي دولة مالي، التي استعانت بهؤلاء المرتزقة من أجل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ضد أطفال ومدنيين عزل في منطقة تيزواتين. أكيد أن الجزائر كذلك لديها موقف حاسم، وقد عبر عنه سيد بن جامع موقف حاسم من أي مجموعات جيوش خاصة كما سماها مرتزقة، التي تعيد في
الأمن في هذه الدول فسادا، وأنها من بين الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضع الأمني وكذلك الاتفاقات السياسية سواء في مالي أو في ليبيا أو حتى في النيجر، هي هذه المجموعات التي أصبحت تستقوى بها حكومات الانقلابية ضد شعوبها، وبالتالي فالجزائر نعم دكتور توفيق، هذا يطرح تساؤلي نكون أو نتحدث بصراحة، علاقة روسيا والجزائر علاقة صداقة أو علاقة تحالف وثيق، خاصة في الولاية الأولى للرئيس عبد المجيد تبون، أو تحالف استراتيجي في الحقيقة؟ هل مسألة وجود فاغنر على المنطقة الحدودية بما يتعارض مع مصالح الجزائر سينعكس هذا الأمر على علاقة الجزائر روسيا؟ أعتقد بأنه انعكس فعلا في علاقة الجزائر مع روسيا، خاصة وأن الجزائر عبرت عن امتعاضها من وجود مجموعة فاغنر في على حدودها وممارستها التي تضر بالأمن المنطقة، وبالتالي انعكاس على الأمن الجزائري. منذ 2013 عبر الرئيس الجزائري عن ذلك في حواره لمجلة لوفيكارو، وقد جدد عديد من الدبلوماسيين الجزائريين رفضهم لهذه المجموعة، وبالرغم من وقدمت كذلك الحكومة الجزائرية احتجاجا رسميا لروسيا على ذلك، وتم الاتفاق على إنشاء آلية لمتابعة نشاط مجموعة فاغنر على الحدود. يبدو أن روسيا في خدم صراعها مع القوى الأجنبية وخاصة في إفريقيا لا تأبه للأضرار الجانبية التي تلحق بالأمن القومي لأصدقائها، وبالتالي هذا ما يطرح علامة استفهام كبرى في علاقة روسيا فعلية بالجزائر. لماذا روسيا لا تنظر إلى هذه التوجسات الجزائرية لنشاط مجموعة فاغنر، خاصة ما تعلق بامتدادات التهديدات الأمنية على الحدود الجزائرية؟ وأرى بأن المسألة في مرحلة التباحث مع الطرف الروسي، وأن موقف الجزائر لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتغاضى على مثل هكذا ممارسات التي تمس بجوهر أمنها القومي، وربما سوف نشهد لقاءات أخرى يمكن البحث عن أطر لوضع حد لهذه المشكلة، خاصة ما تعلق بالأمن القومي الجزائري. وهذه في تقديري كذلك أول حجرة عثر في العلاقة التي يسعى طرفان إلى تطويرها من علاقة مرتبطة بتجارة السلاح والتبادلات الاقتصادية إلى شراكة استراتيجية. لا يمكن بناء دكتور توفيق، دعني أنقل كذلك السؤال، نعم عذرني على المقاطعة ولكن بقي القليل من الوقت، ودعني أنتقل للدكتور رشيد كذلك في دقيقة أو أقل من دقيقة. دكتور رشيد، توصيف الدقيق لعلاقة الجزائر روسيا الآن، وإلى أي درجة ستتأثر مع وصول فاغنر إلى المنطقة الحدودية واعتراض الجزائر على هذا الوضع؟ دائما في الأمم المتحدة بالجيوش الخاصة بغض النظر عن تسميتها بمرتزقة، وأراد القول على أنه ما يجري في مالي أو العمليات التي تستهدف المدنيين في مالي هي تقوم صحيح من خلال الجيش المالي ولكن بدعم من طرف دول. من هي هذه الدول؟ لم يسميها بالاسم، هي مجموعة من الجيوش الخاصة. بالنسبة للعلاقات ربما الروسية الجزائرية، لا يمكن أبدا أن نعيد ربما بناء علاقات الجزائرية الروسية بناء على هذا المحدد، لأنها علاقات استراتيجية معمقة، وسيتم مستقبلا إن كان لفاغنر تأثير على الأمن القومي الجزائري في الحدود في منطقة ساحل إفريقيا، فإنه سيتم التعامل مع هذا المشكل بكل ليونة والاستجابة لمجمل ربما الإشكاليات التي تطرحها الجزائر على الجانب الروسي. نعم، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف كان قال إن الجزائر فتحت ملف فاغنر ووجودها أو تواجدها على الحدود الجنوبية. سؤال كذلك أخي لسيد إسماعيل في مسألة العلاقة مع روسيا، وجود فاغنر على المنطقة الحدودية هذا يزعج الجزائر ويهدد مصالحها كما تقول الجزائر، هل ستتغير العلاقة مع روسيا؟ هل تتوقع تغير في العلاقة مع كل هذه التطورات الأمنية؟ الجزائر وروسيا لها أكثر من 60 سنة من الوجود، علاقة استراتيجية، خاصة بعد زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا وتعمقت العلاقات أكثر فأكثر. لكن هذا لا يعني أن تقع بعض الأحيان سوء تفاهم أو سوء فهم أو خلافات في بعض تضارب بعض المصالح، لكن هذا لا يفسد للودي قضية. وبالتالي أنا أظن هذه القضية ستحل حل عن قريب إن شاء الله باتفاق بين الجزائر وروسيا وإيجاد حل لمعضلة تواجد فاغنر في دول الساحل الإفريقي. نعم،
إذن شكرا جزيلا لكم جميعا، كنا في متابعة للمشهد الانتخابي الجزائري وكذلك في نقاش للملف الأمني الجزائري من الجزائر العاصمة. كنت معنا القيادي في حزب صوت الشعب إسماعيل وزري، ومن العاصمة الجزائرية أيضا البحث في شؤون الاستراتيجية والأمنية الدكتور رشيد علوش. شكرا. ومن الجزائر العاصمة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور توفيق بوغادة. شكرا. إذن مشاهدينا نذكر بأننا طرحنا سؤالا على متابعي قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي إكس تحديدا، هذا السؤال التفاعلي: هل تتفقون مع المساعي الدبلوماسية الجزائرية لاحتواء التهديدات والمخاطر الأمنية المتصاعدة في دول الجوار؟ إذن 59.4% يؤيدون أو يتفقون مع هذه المساعي الدولية، 59.4%، و40.6% لا يتفقون مع هذه المساعي الدبلوماسية الجزائرية لاحتواء التهديدات في دول الجوار. إذن أذكر فقط بهذه النسبة، نحو 59% أو أكثر من 59.4% يؤيدون أو يتفقون مع المساعي الدبلوماسية الجزائرية لاحتواء التهديدات والمخاطر الأمنية. إذن هذه الحلقة كذلك من تغطيتنا المشهد الجزائري، تابعونا في حلقات أخرى. السلام عليكم.